بسم الله الرحمن الرحيم. أهداف المحاضرة: تنزيل وتثبيت برنامج سيسكو باكيت تريسر 6.2 for Windows Students Version. بعد ما هننزله من الإنترنت هنقوم بتثبيته، وهأنشئ شبكة بسيطة بين جهاز سيسكو وجهاز حاسوب على هذا البرنامج. من الإنترنت على جوجل لو كتبنا اسم البرنامج هيظهر عندنا، بفتح الرابط ضغط التنزيل بيفتح لي هذه الصفحة، بنزل البرنامج من هنا. أنا البرنامج نزلته في التنزيلات، أيوه دبل كليك عشان أثبته على الجهاز. Accept Next كمان مرة Next Next Install. موافق، فينيش، فتح معي البرنامج. الآن البرنامج فيه راوترات سيسكو وفي سويتشات سيسكو أو أجهزة حاسوب، بتعمل شبكة بسيطة بين سيسكو راوتر. بالضغط على الجهاز بختاره بضيفه في ساحة العمل. الآن عشان أبرمج الجهاز، جهاز الراوتر سيسكو راوتر، بحتاج لجهاز حاسوب. أي جهاز حاسوب، وجهاز الحاسوب هذا مزود بكوم بورد، وأصله بالراوتر باستخدام الكونسول كيبل. عندي كيبل الأزرق هذا كونسول، وأصله بالآر إس 232 اللي هو الكوم بورد الموجود في جهاز الحاسوب، مش الفاست ايثرنت. الفاست ايثرنت عشان اعنون واعمل شبكة، لكن الار اس 32 عشان اقدر اصل للاوبريتنج سيستم الخاص بالراوتر واقدر ابرمجه. الان عشان اصل لبرمجة الراوتر بختار الكونسول مش الفاست ايثرنت، كونسول. بعدين بفتح الجهاز من الديسكتوب سطح المكتب، بروح على تيرمينال. طبعا على أرض الواقع في برنامج اسمه هايبر تيرمينال، بنزله على جهاز الحاسوب الخاص بي، بيجيني نفس الإعدادات هذه. موافق، هان بديش أخوض إعداد للراوتر من خلال دايلوج، فبقول له نو، بدي أعمله يدوي، بدي أبرمج الراوتر يدوي. الآن أنا وصلت لصيغة للراوتر، صيغة في الراوتر اسمها اليوزر مود. بدي اروح للصيغة الاعلى منها اللي هي الكونفيج مود، بكتب انيبل. الان في صيغة الامتيازات او البريفليج مود الخاصة بالراوتر. هان انا بقدر افحص الواجهات الخاصة بالراوتر باستخدام الامر شو رانينج. طبعا انا لو مش عارف اكتب رانينج كونفيج بكتب اول ثلاث حروف وتاب يكمل لي الكلمة، انتر بيبدا يعرض لي ايش في الاوبريتنج سيستم. فيرجن الاوبريتنج سيستم 12، طبعا ممكن انا اعنون بالفيرجن بالاي بي فيرجن 6، طبعا ما فيش اي بي لسه. مور بضغط سبيس بيعطيني ايه الاعدادات، انا ما فيش لسه اي بيات. في امر تاني بستعرض الاوبريتنج سيستم، الاوبريتنج سيستم الخاص بالراوتر بشو اي بي اند بريف، بحكي لي هنا انه في عندي فاست ايثرنت 0 باي 0،
هذا بيمثل لي كارت شبكة في الراوتر، بقدر أوصل الراوتر من خلاله لأي جهاز تاني أو لأي شبكة تانية. وفي عندي مدخل تاني فاصل إيثرنت 0 باي 1، الآن إحنا بدنا نعنون الفاصل إيثرنت 0 باي 0 عشان أقدر أربط الراوتر بجهاز الحاسوب في شبكتي. عشان أوصل للفاصل إيثرنت 0 باي 0 في الأول بدي أروح لصيغة اسمها صيغة الإعداد باستخدام الأمر config، طبعا configure tab، بكتب config t أو config tab بيكمل ليها configure t tab terminal configure terminal enter. أنا الآن في صيغة الإعداد، بدي أروح لصيغة الواجهة عشان أو بدي أصل للفاصل إيثرنت 0 باي 0، بكتب interface، طبعا بكتب أول ثلاث حروف بعدين بضغط على التاب في الكيبورد interface fast، بكتب أول أربع حروف وتاب فاصل إيثرنت 0 باي 0 عشان أعطي أي بي enter. أنا الآن في صيغة واجهة الفاصل إيثرنت 0 باي 0، بقدر أعطي الواجهة هذه IP address 10.0.0.1 قناع الشبكة 255.255.255.0 enter. هي أنها address كتبناها بالصح IP address 10.0.0.1 قناع مسافة قناع الشبكة 255.255.255.0 enter. تمام، بفتح البورت نو شت داون، باي ديفولت بيكون مغلق الانترفيس او الفاصل 0 باي 0 بيكون مغلق عشان افتحه ويقدر يستقبل يوصل البيانات، بكتب نو شت داون بعد العنوان انتر. هي قال لي الفاصل 0 باي 0 صار اب الان مفتوح. بدي اتاكد من الاي بي اللي اعطيته للفاصل ايثرنت اند، بكتب الامر اند عشان ارجع لصيغه البريفليج او صيغه الامتيازات. هان باستخدام الامر شو اي بي اند بريف، الاند طبعا اختصار للانترفيس، هاي تاب شو اي بي انترفيس بريف او اعرض لي معلومات عن الانترفيس الصورة عامة كلها الموجودة في الراوتر ببريف باختصار انتر. فقال لي عندنا الفاصل 0 باي 0 عنوانها ب 10.0.0 اي بي دوت 1 والبورت اب، لكن لسه البروتوكول داون لانه احنا لسه ما وصلناش الراوتر بجهاز اخر. فباجي هنا بدي اضيف جهاز حاسوب تاني واستخدم كيبل الكروس اوفر. طبعا انا عنواني في الفصل 0 باي 0 بختاره، باجي هان بختار البورد تبع الجهاز عشان اعنون البورد فصل 0 ويصير في شبكة بين الراوتر وبين جهاز الحاسوب. بروح على الديسكتوب اي بي كونفيجريشن، بعطيه اي بي 10.0.0. طبعا الراوتر اخذ 1، بنعطي الجهاز 2، القناع 255 255، عنوان الراوتر 10.0.0.1، طبعا هو الديفولت جيت واي للجهاز. بسكر الآن، بدي أتأكد إن أنا الـ IP اللي أعطيته للجهاز تم أو الجهاز بيملكه، بكتب IP config أمر بيعرض لي الـ IP اللي أنا أعطيته للجهاز. فهي قال لي الـ IP اللي أنت أعطيته 10.0.0.2 والـ gateway اللي هو عنوان الراوتر 10.0.0.1. بقدر أعمل تفحص اتصال بين الراوتر وبين الجهاز باستخدام امر بينج، بكتب عنوان الراوتر 10.0.0.1
انتر، حكى لي ريبلاي. اوكي الريبلاي هذا رد من الراوتر انه في اتصال. اكيد اكون انا اتاكدت انه في اتصال بين الراوتر وبين الجهاز. بعيد بروح على الراوتر، طبعا انا في صيغه الامتيازات بكتب بينج 10.0.0.2 عنوان الجهاز وانتر، فبيقول لي في اتصال 5/5. لو قال لي 0/5 معناته مش اتصال، بس ما دام قال لي 5/5 معناته في اتصال بين الراوتر وبين الجهاز. هذا الجهاز عنوانه اعطيناه بس تلخيص IP 10.0.0.2 القناع subnet نوع القناع 255.255.255.0 الجيتوي 10.0.0.1 عنوان الراوتر أعطيناه 10.0.0.1. وبهيكد عملنا شبكة بسيطة بين الكمبيوتر وبين الراوتر، السيسكو راوتر طبعا. طبعا خلينا نلخص مرة تانية البرمجة اللي عملناها على الراوتر. طبعا الراوتر بالصيغة هذه بس تلخيص للكود اللي احنا كتبناه. على الراوتر انا عملت انيبل، انتقلت من صيغة المستخدم اللي هي بإشارة اصغر من هاي الصيغة، صيغة الامتيازات. بعدين انتقلت لصيغة الإعداد، أو هنا قبل عملت شو، لا خلي أشوف الآخر. رحت للكونفيج تي راوتر كونفيج، هذه صيغة الإعداد. كل هذه الصيغ أنا استخدمتها عشان أبرمج الراوتر. الآن عشان أعطي الـ IP للإنترفيس بس إذا نزلوا باي زيرو، لو جينا هنا في الأوبشن بريفرنسز وقلنا له always show port label، يظهر لي الفاس إيثرنت 0x0. هذا أعطيناه الـ IP 10.0.0.1. فعشان أصل له بكتب interface fast ethernet 0x0 enter. فبروح لصيغة الواجهة اللي هو الراوتر config f، هاي الصيغة، وبعطي اي بي للفاس ايثرنت 0x0 من هان باستخدام الامر اي بي ادرس 10.0.0.1 قناع الشبكة 255.255.255.0 لسه في صيغة الواجهة. أقول له no shutdown عشان يفتح البورت. بعدين وأنا في صيغة الواجهة
بدي انقل لصيغة الامتيازات بكتب end. هاي صيغة الامتيازات. فبقدر هان اكتب show ib end brief. شو ib end brief؟ فبيعرض لي بيانات الراوتر الخاصة بالانترفيسز. فبقدر اشوف زي هان لما اجينا قلنا show ib end brief، عرض لي الانترفيسز والانترفيس اللي انا اعطيته اي بي. هاي الان اب اب البروتوكول اب والستاتس اب لانه في اتصال بينه وبين الجهاز الكمبيوتر. طبعا في فائدة اقلاع الشبكة عشان يحدد لي الجزء الخاص بعنوان الشبكة وعنوان الجهاز. هان 255.255.255 بيقول لي انه 10.0.0 هو عنوان الشبكة، ورقم 1 عنوان الجهاز اللي هو عنوان الراوتر. يعني الراوتر عنوان 1 بيقع ضمن شبكة عنوانها 10.0.0، جهاز الكمبيوتر ضمن شبكة 10 نفس الشبكة 10.0.0 وبياخذ رقم 2 جهاز الكمبيوتر. اللي حدد لي الكلام هذا قناع الشبكة 255.255.255 لعنوان الشبكة، والزيرو هذا لعنوان الجهاز. وبهيك بنكون انهينا اهداف المحاضرة، نزلنا ثبتنا الباكت تريسر وعملنا شبكة بسيطة بين جهاز سيسكو راوتر وجهاز حاسوب.